السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء نحن قيادة الحمزات طلعنا على ليبيا من فترة من رأس السنة، من أول السنة يعني طلعنا، ضلينا هناك تقريبا 5 شهور، طلعنا معارك وطرحوا معنا شهداء، ومن أول نحن من أول ما كنا يعني من أول فرقة الحمزات، من أول ما كنا هناك يعني أول شيء نحن كنا بليبيا، كان في كام مجموعة بس يعني، وبعدين بلشوا يجوا أكثر وأكثر لحتى صار عدد يمكن فوق 2000. المهم نحن صرنا هناك 5 شهور، 4 شهور تميناهم، 5 شهور تميناهم هناك، أخذنا منهم 4 رواتب. آخر راتب أخذناهم بالراتب الرابع، هلا في راتب الخامس. لا الراتب الخامس ما بيعطونا إياه، قال أنتم ما مفصولين وما لكم شيء، نحن صرنا هناك 5 شهور و15 يوم. قال انتم مفصولين وما لكم شيء عنا. قلنا لهم حجي طيب، قال انتم جماعه البصراوي انه ما لكم شيء على الخالص. طب قلنا لهم حجي ليش السبب؟ قال انتم مفصولين ومجمدين هونيك، نحن جمدناكم هونيك. قلنا لهم طب يعني نحن عبيد عنكم حتى تجمدونا ولا شلون بتريدوا يعني؟ يعني تجمدونا على كيفكم وطنوا على كيفكم، اخر شيء ما لنا شيء؟ واللي تعبنا واللي ساوينا واللي انهدمت اللي تغربنا عن اهلنا واللي تعذبنا واللي 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 اكثر من 1000 معركة طلعنا هونيك واخر شيء ما لنا شيء، كيف هيك ضبطت يعني؟ باي حق باي عدل باي قانون انه ما لنا شيء؟ وكل العالم قبضت الا نحن 90 واحد تقريبا ما قبضنا ولا ليره. يعني بصراحه نحن من تم هيك واقفين ونطلع برا نتظاهر ومستعدين نوصل لاردوغان كمان، نوصل للقيادات لجميع القيادات الوصلة بتركيا، وحتى إذا اضطر الأمر وصل لليبيا ولأمريكا كمان، يعني بدنا حقنا نحن من الآخر. نحن ما طلعنا لهونيك لحتى مشان نجاهد ولا نساوي شيء، نحن طلعنا لهونيك بصراحة لنعيش أهالينا، نعيش أولادنا، نعيش العالم، لأني صراحة وضع سوريا تعب، وآخر شيء تنصب علينا الرواتب ما في، هذا مو حكي، نحن بدنا حقنا. يا شباب رجاء يعني نشرولنا هالصور، نشرولنا هالصور هاي، شو بدنا العالم كلها تعرف انه هل هذا الشيء اللي عم بيساووه غلط، وبدنا حقنا نحن رجاء ساعدونا بس بنشر هذا الشيء، خلي العالم كلها تعلم. وبكره ان شاء الله اخوي بدنا نطلع كمان على وادي عزاز ولنظاهر ولنتم واقفين لحتى ناخذ حقنا.